الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. أعلنت وزارة التخطيط الحالية ارتفاع معدل التضخم في شهر آب الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 8%، محذرة من تداعياته على القدرة الشرائية للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل. وقالت الوزارة أن التضخم شهد ارتفاعا في معدلاته بعد خفض قيمة الدينار أمام الدولار، مشيرة إلى أن الكثير من العراقيين باتوا غير قادرين على شراء السلع الغذائية والضرورية بسبب ارتفاع الأسعار. وطالبت الوزارة كذلك باتخاذ إجراءات للحد من التضخم والمحافظة على الأسعار وتوفير السلع والبضاعة اللازمة في السوق وحماية القدرة الشرائية لدى المواطنين من الانهيار. أغلق مؤشر سوق العراق الأوراق المالية مرتفعاً بنسبة 0.01% متوقفاً عند 587 نقطة، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 362 ملياراً و 861 سهماً بقيمة مالية بلغت 203 مليارات و 353 ديناراً عراقياً، تحصلت من إبرام 148 صفقة شملت 9 شركات مساهمة من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة. وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 4 شركات وانخفضت أسهم 3 شركات، فيما حافظت شركتان اثنتان فقط على أسعار أسهمهما. ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية لتسجل 212 مليون دولار أمريكي، وشهد مزاد البنك المركزي لبيع العملة الأجنبية ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 0.95%، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار. وذهبت المشتريات البالغة 159 مليون و 346 ألف دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 53 مليون و 290 ألف دولار بشكل نقدي. كلف العطل المفاجئ في خدمات فيسبوك وواتساب وانستغرام شركة فيسبوك حوالي 164 ألف دولار في الدقيقة الواحدة، أي ما يقارب 60 مليون دولار. كما شهدت أسهم الشركة انخفاضا قدر بأكثر من 40 مليار دولار من قيمتها السوقية، الأمر الذي كلف مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ خسائر شخصية بنحو 6 مليارات دولار بعد تعرض عملاق الشبكات الاجتماعية لانقطاع غير مسبوق استمر قرابة 6 ساعات. قفزت أسعار النفط مسجلة أعلى مستوياتها في 3 سنوات على الأقل لتواصل المكاسب التي تحققت خلال الجلسة السابقة بعد أن أعلن كبار منتجي النفط في العالم التزامهم بسياسة إنتاجهم الحالية. وارتفع خام برنت بنسبة تصل إلى 0.26% ليصل إلى 81.48 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.13% ليصل إلى 77.70 دولارا. وقالت منظمة أوبك بلس إنها ستبقي على اتفاق لزيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي فقط، متجاهلة دعوات من الولايات المتحدة والهند لزيادة الإنتاج. وصلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعها في ظل تراجع المخزونات وزيادة الطلب عليه، واقتربت أسعار الوقود من مستوى 1230 دولارا لكل 1000 متر مكعب، مسجلة بذلك مستويات تاريخية. وبلغ سعر العقود الآجلة لشهر تشرين الثاني المقبل في هولندا مستوى 1228 دولارا لكل 1000 متر مكعب. وقال خبراء في مجال الطاقة إن سبب ارتفاع أسعار الوقود يعود بشكل أساس لمخزونات الغاز المنخفضة في أوروبا واقتراب فصل الشتاء. إلى اللقاء.